حل رئيس جمهورية بالاو توميري منجيساو بعد الزوال اليوم بمدينة مراكش للمشاركة في أشغال مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإيطالية للأمم المتحدة حول المناخ. ولدى وصوله إلى مطار مراكش المنارة الدولي وجد رئيس جمهورية بالاو في استقباله حفيظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي قبل أن يستعرض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية الرسمية. وتبحث أشغال مؤتمر كوب 22 قضايا رئيسية في مقدمتها التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية فضلا عن تلك المرتبطة بتنفيذ وأجراءات اتفاق باريس. كما حل بمطار مراكش المنارة رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان يحيى بن محفوظ المندري، حيث وجد في استقباله وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن مختار، ثم استعرض تشكيلة من القوات الجوية أدت له التحية الرسمية. ومن المرتقب أن يحضر إلى هذه الدورة 40 رئيس دولة و30 رئيس حكومة للتعبير عن الالتزام الجاد بالتصدي للتغير المناخي. كما وصل إلى مطار مراكش الدولي أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث وجد سموه في استقباله وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وسفير دولة الكويت بالمغرب عبد اللطيف يحيى. كما حل بمدينة مراكش رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أوندمبا، وذلك للمشاركة في قمة كوب 22. وكان في استقبال الرئيس الغابوني وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز خنوش وسفير جمهورية الغابون بالرباط. وبعد استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية الرسمية، تقدم للسلام على الرئيس الغابوني أعضاء سفارة جمهورية الغابون بالمغرب. وعشية اليوم أيضا وصل رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيسا سونغيسو، ولدى وصوله إلى مطار مراكش المنارة الدولي وجد ضيف المغرب في استقباله وزير الصحة الحسين الوردي وسفير جمهورية الكونغو بالمغرب. وبعد استعراضه لتشكيلة من الحرس الملكي أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على فخامة الرئيس أعضاء سفارة جمهورية الكونغو بالمغرب. وللمشاركة في أشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ، وصل إلى مراكش رئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن وتارا، حيث وجد في استقباله وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز خنوش وسفير جمهورية الكوت ديفوار بالمغرب. وبعد استعراضه لتشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية الرسمية، تقدم للسلام على ضيف المغرب أعضاء سفارة جمهورية الكوت ديفوار بالرباط. وحل رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانغ بمدينة مراكش للمشاركة في قمة كوب 22. ولدى وصوله إلى مطار مراكش المنارة الدولي وجد رئيس الجمهورية في استقباله وزير الداخلية محمد حصاد قبل أن يستعرض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية الرسمية. وينعقد مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ بعد دخول اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ حيز التنفيذ يوم 4 نوفمبر الجاري.